وعودون إلى صحفي أحمد الجميلي. سيد أحمد، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا، حياك. سيد أحمد، يعني حدثنا عن مشاهداتك من ساحة التحرير، هل هناك أعداد من الطلبة ما زالوا في ساحة التحرير خرجوا هذا اليوم للمطالبة بإسقاط النظام؟ نعم، شهدت ساحة التحرير هذا اليوم تواصد الآلاف من طلبة المدارس والكليات والمعاهد إلى على شكل مجاميع وصلت إلى ساحة التحرير منذ ساعات الصباح الأولى في إصرار واضح من قبل المتظاهرين ومن قبل طلاب الجامعات والمدارس على إدامة زخم المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإزالة الطبقة الحاكمة التي تورطت بدماء المئات من المتظاهرين في العراق، رغم عمليات القمع ورغم عمليات الخطف المتواصلة والاعتقالات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون في بغداد وفي بقية المحافظات، إلا أن ساحة التحرير هذا اليوم قد امتلأت بالآلاف من المتظاهرين الذين حضروا إلى ساحة التحرير وشاركوا كذلك في وقفات الحداد على أرواح شهداء الاحتجاجات الذين قتلوا أول أمس، وكذلك على ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا منذ بداية انتفاضة 1 تشرين ولغاية اليوم. طيب أحمد، ماذا عن معنويات المتظاهرين؟ يعني كيف تفسر هذا الإصرار رغم التحذيرات من عنف محتمل ضدهم كما حدث قبل يومين في مرآب السنك؟ حدثنا عن هذا الإصرار في التواجد رغم التحذيرات بوجود عنف محتمل ضد المتظاهرين. نعم، هذا الإصرار واضح وكبير جدا رغم الحملات الإعلامية التي تهدف إلى النيل وإلى تسقيط الحركات الاحتجاجية واتهامها بشتى الاتهامات، وأيضا رغم كما قلت لكم رغم عمليات الخطف والقتل والتخويف والترهيب التي يتعرض لها الناشطون، إلا أن هنالك إصرار واضح من قبل المتظاهرين على التواجد في ساحة التحرير والقيام بفعاليات تظهر عمليات الخطف وعمليات القتل، وبالصور وبالأدلة وبالفعاليات الثقافية المختلفة التي تؤكد أن هذه الحكومة باتت غير شرعية، لأنها أوغلت في دماء العراقيين وقتلت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم. هذا اليوم شهدت الآلاف من الشباب العراقيين كانوا متواجدين عند خطوط التماس مع القوات السلمية عند جسر الأحرار وكذلك في شارع الرشيد وأيضا في شارع أبو نواس، على الرغم من حملات الخطف المستمرة، إلا أنهم حضروا إلى ساحة التحرير وتحدثوا إلى وسائل الإعلام التي كانت متواجدة وتحدثوا عن ما حصل ليلة أول أمس عندما هاجمتهم الميليشيات المجرمة وقتلت منهم أكثر من 20 شخص، وأظهروا الملابس التي كانت ملطخة بالدماء وأظهروا الأدوات والآلات الجارحة التي استخدمت في الهجوم في محاولة من على ذكر الميليشيات، يعني قبل قليل عرضنا فيديو يوضح إهانة الميليشيات للعلم العراقي وأيضا لصور شهداء التظاهرات أمام المدارس كما حدث اليوم أمام مدرسة مريم العذراء ببغداد، لكن هذا الفعل إلى أي مدى يدين الميليشيات ويؤكد تبعيتها للخارج وأيضا وجود توجيه إيراني بإخماد هذه التظاهرات وبالتالي استفزاز المتظاهرين؟ نعم، هذا الأمر بات واضحا، يعني حتى أن معظم المتظاهرين أصبحوا عرضة للاعتقال والخطف لمجرد أنهم يحملون العلم العراقي، وعند ابتعادهم قليلا عن ساحة التحرير تجري عملية اختطافهم على يد
مسلحين مجهولين يركبون سيارات بدون لوحات. هذا الأمر بات واضحا، وهنالك قناعة لدى المتظاهرين من أن هنالك عناصر أجنبية، كان تكون إيرانية أو من جنسيات أخرى، تشارك بعمليات القمع ضد المتظاهرين، لأنهم باتوا يشاهدون العلم العراقي وكأنه كابوس يكاد يخنقهم. الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.